السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان يوم السبت بيفتتح مشروع كبير جدا، مشروع قومي كبير جدا وهائل جدا في غليون، وهي المزرعة الكبيرة نقدر نقول عليها مدينة متكاملة خاصة باستزراع السمكي والجمبري. عدد كبير جدا من الفدادين من مساحة 4000 فدان تضم 1359 حوض سمك، وفي تجهيزات وتعبئة وتغليف أسماك بطاقة إنتاج 100 طن، وفي مصنع لإنتاج الأعلاف بطاقة إنتاجية 180 ألف طن، ومصنع لإنتاج الثلج بطاقة إنتاجية 60 طن. كل هذه المشاريع الهامة اللي بتحصل في مصر، مشاريع قومية، هدفها إيه؟ أهميتها إيه؟ في نفس الوقت كثير من الشارع المصري أو المواطنين اللي ممكن ما يكونش عندهم الوعي الكافي عندهم سؤال طول الوقت عمالين يقولوا عليه. مصر بتقع على بحرين، بحر المتوسط والبحر الأحمر والنيل، وإحنا بنعمل مزارع سمكية ليه؟ سؤال مهم جدا، متخصصين مشرفين في الاستوديو في هذا المجال وخصوصا في المدينة السمكية اللي لسه مفتتحينها أو مصر افتتحتها، ضيفي الأستاذ الدكتور محمد الجزار استشاري وزارة الدفاع لمشروعات الثروة السمكية، والدكتور حسين جنيدي خلف الله استشاري الاستزراع السمكي. صباح الخير لحضراتكم. منور يا فندم. منورنا يا فندم. خليك. اسمحوا لي ان انا انزل للشارع المصري والسوشيال ميديا والكلمات والالفاظ اللي بتتقال على المشروعات القوميه، بعد اذنكم نوضح احنا ليه بنعمل استزراع سمكي وعندنا بحر متوسط وبحر احمر وعندنا نيل. اتفضل حضرتك. هو طبعا سؤال مهم جدا جدا جدا، وده بيتقال في كل حتة. احنا عندنا بحر متوسط بحر احمر وكذا الف شاطئ واوا، طبعا ده كويس جدا جدا وبنستغلهم، بس حضرتك على يعني لو خدنا على مستوى العالم، نطلع مثلا مستوى العالم، ودي احصائيات منظمة التغذية والزراعة فاو، نعم، بنلاقي في خلال اخر 10 سنين لو خدنا احصائية بسيطة كده سهلة ان كان تقريبا 50 و50، يعني 50 زراعة سمكي و50 مصايد بحرية ومحيطات وكده، نعم، مع تقدم التكنولوجي للمصايد والوقت بنستعد عن طريق أقمار صناعية، يعني السمكة بنقدر نحدد مكانها لو هي فين، نعم. وطبعا ده عمل إجهاد أو أوفر كاتشنج للأسماك في بحار المحيطات، وتزايد سكان العالم بشكل عام كان البديل الوحيد لعمل التوازن دوت الزراع السمكي. يعني في مقولة ودي حقيقة، لو الزراع السمكي كان يساك بقى في الصيدلية بأتمان طبعا خيالية، نعم. احنا بنفخر كقطاع ثروه سمكيه وكمصر اللي احنا ماشيين تقريبا في نفس التقدم العالمي، يعني برضو نفس الاحصائيات عندنا اللي من 10 سنين كنا 70% مصايد و30% استزراع سمك، دلوقتي اتعكست النسبه بقت 70% استزراع سمكي و30% مصايد، وده علشان المصايد هي المنتج اللي بيطلع باستدامه، نعم، لتغطيه احتياجات العالم من بروتين السمكي. دكتور حسين، بعد اذن سيادتك، انت اللي قاله الاستاذ محمد او الدكتور محمد، هل ده معناه انه موجود في كل حته في العالم هذا المنطق؟ ايوه يا فندم، موجود في كل حته في العالم. يعني كل بلاد الاوروبيه اللي احنا بنروح ويروح ويقول لك السمك طازه و برضه أيوة فيها عندهم استزراع، وهو في يعني في البلاد بره او هنا حتى عندنا في مصر السمك المستزرع او الجمبري المستزرع هو السائد، وفي برضه سمك مصاد او يعني جمبري مصاد، ده بسعر وده بسعر. السمك المصاد بيبقى سعره اغلى بكتير جدا، والسمك المستزرع هو اللي بيبقى في متناول الناس الوضع العام يعني من الناس، تمام. وبعدين حضرتك بالنسبه للاستزراع السمكي، هو دلوقتي الامل الوحيد في انتاج البروتين الحي على المستوى العالمي، لان هو الاكثر استدامه. هو حضرتك في انتاج البروتين بيجي من المواشي، الدجاج، يعني اجلك الخنازير، الاسماك. ف
المعامل التحول الغذائي بتاع كل دول اقل واحد فيهم هو الاسماك. معلش اوضح المعامل الغذائي يعني ايه؟ يعني حضرتك بتاكل كم كيلو اعلاف عشان تطلع كم كيلو من اللحم. تمام، واخد بال حضرتك؟ تمام. فمثلا في المواشي 5-1 مثلا. تمام. السمك دلوقتي وصلنا ل 9-1. يعني انت بتاكل اقل من الـ من الـ من الـ بتاكل اقل من اللي هو المفروض ينتج. تمام. فهيجي وقت مش هتلاقي اعلاف تاكل فيها الـ 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 المواشي. المواشي او الدجاج او كده. طب انا اسف جدا انه بس بقطع سيادتكم، انه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل الى قبرص في الزياره الهامه اللي هتجمعه ما بينه وما بين الرئيس القبرصي و الرئيس اليونان، وده هيحصل لقاء ما بينهم ثلاثي في قبرص غدا ان شاء الله. وعلى ما طيب نرجع لسيادتك فندم، اتفضل. ف كنا بنتكلم انه النوع الاكثر استدامه، ايوه، ان الاعلاف او اللي بيصرف، خلينا نقول اللي بيصرف على انتاج البروتين في الحيوانات المختلفه حضرتك ذكرتها، اقل حاجه بتصرف هي الاسماك، هو اللي هيبقى موجود. بعد كده مش هنلاقي اعلاف ناكلها للي فوق، لما فوق الاسماك. نعم. لان كله بيتنافس على نفس الاعلاف. نعم. احنا على فكره جايبين الأمهات بتاعتنا وبتاعت الجمبري والجمبري. أيوة. جايبينه من قبرص والله. يعني بمناسبة الزيارة دي. ده في غليون اللي احنا شفناه. الغليون يا فندم. اه. طب عظيم. الجمبري والأسماك. الدكتور محمد، بعد إذن سيادتك يا ريت نوضح المقولة برضو اللي موجودة بشكل عام. أنا عايز يبقى في وعي أكتر لبعض الأسئلة اللي ممكن تدار في أذهان المجتمع المصري. يعني حضرتك استشاري وزارة الدفاع لمشروعات الثروة السمكية، دور وزارة الدفاع في المشروعات القومية. هو طبعا هنتكلم وزارة الدفاع في الثروة السمكية اللي احنا معنيين بالشغل معاه. نعم. وزارة الدفاع المشروع السمك المتكامل بغليون حصل فيه هارموني تناغم أو يعني تناغم. تفضل. ما بين الخبرات المتراكمة في الخبرة المدنية، زائد الانضباط العسكري اللي هو احنا بنفتقده فعلا في شغلنا. في يعني أنا شغلي كان مدني لحد وقت قريب، كان لسه سمكية. تمام. بس طبعا ما شفتش الانضباط والالتزام اللي شفته مع الشغل كاستشاري وزارة الدفاع. نعم. يعني ايه؟ بتتحط الخطة بتتغير في حالة واحدة. مش اللي انا اخر، لا، اللي انا مثلا خطه الخطوه دي في شهر. نعم. بتغير في حاله واحده بس، لا، تبقى في 20 يوم. مش الطبيعي اللي تبقى في 3 شهور او شهر. نعم. ونص، لا. نعم. احنا بنغير الخطه علشان نقلل زمن التنفيذ. فالخبرات المدنيه موجوده في مشروع غليون بكامل انشطتها، ابتداء من العامل غير حرفي لحد اكبر مهندس، خبرات مدنيه 100%. نعم. زائد بقى الانضباط العسكري والسيطره. نعم. العسكريه، فادت فعلا الاثنين دول مع بعض ادوا المنتج اللي احنا شفناه كلنا على الهواء مع سياده الرئيس يوم السبت اللي فات. استاذ حسين، حضرتك او دكتور حسين، الـ 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 الهدف من دخول وزاره الدفاع او الجيش في هذه المشاريع هو انه الاشراف والتسليم في الميعاد، صح؟ لانه اللي انا عارفه انه كل الشركات اللي عملت هذا المشروع الهائل بتاع الاسماك كلها مصريه بخبره. تمام. صينيه. ايوه يا فندم. وبعدين منطقه غليون تحديدا دي كانت ارض فاضيه غير مستغله، كان الناس بتتخانق عليها وبيضربوا بعض بالنار عليها وحاجات زي كده. كان بيحصل فيها الهجرات اللي هي الغير شرعيه بتتم من هناك. نعم. اغلبها يعني. وبعدين حواليها مجموعه من القرى الاكثر فقرا في مصر. نعم. فكون ان احنا نعمل هناك مزرعه دي تعتبر يعني حاجه على كافه المقاييس، مش بس عشان انتاج السمك، على كافه المقاييس دي حاجه رائعه. نعم. هو مكان مناسب للاستزراع السمكي، مكان بيرفكت. في نفس الوقت جبت عماله، المكان فيه كميه عماله. نعم. من الناس اللي حوالينا اللي هم الشباب بتاعهم كانوا. نعم. يقعدوا على القهوة يهربوا يعملوا حاجات زي كده، واخد بال حضرتك؟ تاني حاجة، أنت بتنتج منتج المطلوب في عندنا في مصر. نعم. بتزود البروتين الحيواني الموجود عندنا في مصر.
طيب. فطبعا يعني دخول لوزاره الدفاع في حاجات زي كده هو اعتقد ان هو من الصميم عملها. تمام. ليه يعني اعذر جهلي يا فندم العفو، لازم نوعي الناس ونفهم اكتر. هو ليه دايما في الاستزراع السمكي بيبقى فيه ميه مالحه وميه حلوه؟ عشان في سمك بيعيش في الميه. بص حضرتك ربنا سبحانه وتعالى خلق، اما خلق الارض كانت الميه كلها حلوه. واخد بالك؟ بس دايما يقول لك السمك بس برضه البحري بيبقى ليه طعم تاني او مختلف او يعني حصل بعد كده تكون البحار، والبحار بقت ملح. في اسماك كانت موجوده في البحار تاقلمت وخلاص بقت عاشت في البحار، وفي اسماك كانت عايشه في الانهار هي دي اللي بقيت في المياه العذبه. ففي اسماك بحريه واسماك نهريه. نعم. الاسماك البحريه عاده ويعني على كافه المستويات بيبقى الطعم بتاعها افضل عشان الملح. وبعدين اغلب الاسماك البحريه مفترسه، يعني مش اغلبها، قصدي اقول اغلبها اللي احنا بناكلها يعني. تمام. او اللي احنا بنستزرعها. فبيبقى الطعم بتاعها برضو بيبقى افضل شويه من الاسماك النباتيه. بينما الاسماك اللي هي اللي بتعيش في الانهار اللي احنا نعرفها يعني عدد كبير منها دي اسماك نباتيه، فبيبقى طعمها مش نفس الشيء. واخد بال حضرتك؟ تمام. فيعني ده من حكمة ربنا ان احنا بقى عندنا تمام نوعين يعني عشان عندنا النوعين. عندنا النوعين. دكتور محمد، الشعب المصري كله والعالم العربي كله وهو في الافتتاح بتاع مزارع الصيد او المزارع السمكية شايفين المكان نظيف وجميل جدا ومغلف، والسمك مغلف ونازل كده هناكل امتى السمك ده؟ وقريبا جدا. أيوة. لان احنا عندنا في المشروع في القسم الخاص، وده كان مهم جدا في تخطيط المشروع من الاول، اللي احنا كمشروع قومي نخاطب جميع فئات الشعب. عظيم. ما نهملش طبعا الطائفه اللي معاها فلوس. احنا عظيم. كمشروع قومي بخاطب الكل. تمام. ففي المشروع بدون كلامك بس، والسيد الرئيس كان بيقول بنفسه شخصيا ان انا بعمل المشاريع دي عشان نقلل من السعر طبعاً. واستغلال التجار و عشان طبعاً. كل الناس تقدر تاكل. تمام. فاحنا عندنا المزارع الخاصه باسماك الجمبري والديس والقروش وعندنا المزارع الخاصه بالبولتي والبوري والمبروك اللي هي الاسماك اللي مجاز نقول عليها اسماك اقتصاديه. احنا منسبين المساحات في المشروع طبقا لطبقات الشعب تقريبا، فالاغلبيه المساحه العظمى للمشروع هتبقى للاستزراع البولتي والبوري والجمبري وكده. امتى هيدي الاسواق؟ الجمبري اعتقد له اقصر فتره تربيه ان شاء الله، في ممكن في خلال شهر او شهرين الشهر الجاي ان شاء الله. هينزل يعني اول منتج هينزل السوق من هذا الموقع الفظيع الغليون الجمبري، نظرا لكسر موسم التربيه. مش موسم لحاجه، التربيه بتاعه صغير مش لحاجه. وبعدين احنا ما بنقدرش نكمل، لا معلش عشان انا مسؤول عن الجمبري. اتفضل يا بيه اتفضل. فما بنقدرش، الجمبري ما بيستحملش البرد، فاحنا يعني هنحتاج الشهر الجاي ان احنا نصطاد المحصول اللي عندنا او جزء كبير من المحصول اللي عندنا، ويبقى الجمبري هو اول حاجه هتنزل. عظيم. يعني اتفضل. ترتيب نزول بعد كده الاسماك البولتي والبوري والقراميط والكلام ده، دي موسم تربيتها من سبع لتسع شهور، فهتنزل في المرحله الثانيه عقب الجاي يعني في شهر 3 أو 4 هيبتدي ينزل الاسماك المياه العذبه للاسواق ان شاء الله. طيب سؤال دايما بنساله في كثير من المواقف مش بس في هذا المجال، هل اعددنا خطه تسويقيه بشكل واقعي لنزول هذا المنتج؟ هو بالتاكيد، بس انا مش ممود بالتسويق بس. تمام. بالتاكيد على في اجتماعاتنا اللي بنحضرها طبعا معمول خطه تسويقيه واداره مختصه لتسويق المنتج ده، بالتاكيد موجود. تمام. لانه اصل يعني احنا عندنا طول الوقت عندنا مشكله في مش مصر بس، في العالم العربي كله عندنا مشكله تسويق. عندنا دايما طول الوقت عندنا ممكن منتج جميل جدا، لسه في كان في فقره من شويه للحرف اليدويه في مصر وكل العالم بيبقى عايزها، بس ما عندناش ازاي نسوق الحاجه بتاعتنا، ازاي نغلفها، ازاي يعني نخلي الناس تشوفها. هو لحسن الحظ مش لاكتر ان ما زال في، هي امتى بيحصل ده؟ في اما يكون سلعه فيها تنافسيه شديده. السمك لحد دلوقتي ما عندناش تنافس ده، احنا عندنا جاب او عندنا فجوه 250 على الاقل، هي اكتر 250 الف طن سنويا. فالسوق محتاج.
نعم. فالتسويق التسويق بيبقى الى حد ما اسهل لان عندي اوريدي سوق محتاج متعطش محتاج. هي الخطه التسويقيه حضرتك بتبتدي مبدئيا في تصميم المشروع، بنبقى بنفكر احنا عايزين نعمل ايه، وبعدين بعد ما يبتدي يطلع عندك اول انتاج بيبتدي في خطه تسويقيه تانية بيقوم بها فريق تسويق، او يعني استكمالا للخطه بيقوم بها فريق تسويقي عشان يدخل منتجك في الاسواق. نعم. ففي تصميم المشروع في الاول عندنا جمبري، عندنا اسماك مالحه، عندنا اسماك عذبه، وعندنا مصنع واخد الشهادات بتاعه التصدير لاوروبا. ده برضو في صميم التسويق. تمام. عندنا مصنع تلج واخد بال حضرتك علشان يعني نعرف ازاي نتعامل مع الاسماك. عندنا مصنع فوم، كل ده في غليون. تمام. عندنا مصنع اللي بيعمل صناديق الفوم اللي هي بيسوق فيها الاسماك، وهذه المصانع كلها تم افتتاحها وكلها اشتغلت مع بعضها. تمام. وعندنا كمان مصنع الاعلاف اللي بياخد المخلفات بتاعه مصنع التصنيع وبيضيفها على مكونات اخرى وبيعمل بيها الاعلاف، يعني العمليه متكامله. عظيم. وكده تبقى الدايره اتقفلت، واخد بالك. المرحله اللي احنا فيها حاليا ودي جاري العمل فيها، ان في دلوقتي في دراسات بقى، في ناس متخصصين في التسويق بيبتدوا بقى ايه الشكل، العلبه تبقى شكلها ازاي، متبطنه بالمشمع، السوق الفلاني بيحتاج كذا، وده اللي جاري حاليا. نعم. وده لازم يجرى حاليا، ما كانش ممكن يبقى قبل كده. لان انت بتتكلم مع، انا ما ينفعش ابيع لحضرتك القلم من غير ما تشوفه. صحيح. واخد بقى. فانا دلوقتي عندي محصول اقدر اوريه للناس واقول لهم هو ده اللي انا بعمله. عظيم. واعتقد ان وهيبقى برضو التسويق، معلش اسمح لي، لا اتفضل، هيبقى في جزء كبير جدا محلي. وهيبقى لازم يبقى في جزء تصديري. علشان التواجد. انت حضرتك الدنيا كلها اتكلمت اول امبارح عن المشروع. نعم. فما ينفعش الدنيا كلها تتكلم عن افتتاح المشروع وبقى نبص نلاقي ما فيش ولا سمكية راحت بره ولا راحت اوروبا، ولكن انت واخد بال حضرتك. ففي برضو جزء هيروح، يعني هيصدر من غير ما يضغى على السوق المحلي. اي مشروع غذائي لازم يكون جنبيه مكان لعمل التحليل، تحليل المنتج، متابعة المنتج، محاولة من علماء ممكن ييجوا يعملوا دكتوراه في هذا المجال، وده اوريدي موجود. موجود يا فندم، القسم التطوير والR&D البحوث والتطوير. تفضل. وده يمكن لأول مرة في مصر المشروع المتكامل يحتوي على مركز كبير جدا للأبحاث والتطوير، ومركز للإعداد والتكوين، ودي لأول مرة، لأن كانت فعلا المشروع حاطط ابعاد كتير قوي، يقعد على الاقل 20 30 سنه قدام. المركزين دول اعداد والتكوين لتدريب جميع المستويات على الاستزراع السابق كاحدث نظم. التطوير والابحاث ده بيعني ازاي اطور الصراع الوقتي، تكلفه المواد الخام عاليه جدا. فالابحاث هنا معنيه باوفر ازاي في انتاج عليقه كامله للاسماك. نعم. ودي مهمة جدا. أي مشكلة جوه المشروع أو بره المشروع هيتم تناولها وتداولها في المركز ده ويلاقي لها حلول. المركز في التعاقد مع الجانب الصيني هيكون إن شاء الله من ضمن أكبر 10 مراكز دولية في هذا المجال، وطبعا ده فخر لنا يكون عندنا مركز من 10 على مستوى العالم في مجال الزراعة السمك. طيب هستأذنكم، أنا هرجع تاني لأول سؤال وأسد فجوة برضو ممكن تتقال. فضل. احنا اتفقنا انه في كل حتة في الكرة الارضية الناس، كل البلاد العالم عندها استزراع سمكي، وانه الصيد من البحار والمحيطات والانهار لا تكفي للمواطنين اللي عايشين على الكرة الارضية او الاستخدام، صح كده؟ بالضبط. طيب دلوقتي احنا نرجع هنا داخليا بقى في مصر، بس في تعديل صغير. اتفضل. هو مش كل العالم عنده استزراع سمكي، هو كل العالم بيستهلك الاسماك المستزرعه. تمام. يعني ممكن بلد مثلا تكون عندها كميه كبيره وبتصدر وبتستورد، اللي هي مقال الدول الداخليه اللي مالها ما عندهاش مصادر اللي ميه. ما عندهاش مصادر ميه، دول داخليه وحبيسه، حتى اللفظ الدول الحبيسه يعني. تمام. طيب خلينا نتكلم بقى في نقطه تانية في حوالين هذا الموضوع. دلوقتي انا دلوقتي في مصر كنا بنستورد وما زلنا بنستورد قد ايه سمك؟
احنا دلوقتي اخر احصائيات 235 الف طن بيتناقص، احنا كنا 270 280 بيتناقص 400 من 5 احنا اخر احصائيه 2015 235 الف طن، 235 الف طن بنستوردهم. ده الفجوه ما بين العرض والطلب في مصر، ما بين اللي بنصطاده، ما بين اللي بنصطاده واللي بنستزرعه واللي بنستهلكه، وما بين بنستهلكه ده استيراد. طب هل في قوانين دوليه بتمنع ان انا اكتر مثلا المراكب اللي ممكن تنزل تصطاد في البحر المتوسط المصريه، السواحل المصريه يعني، او البحر الاحمر؟ ده سؤال جميل جدا. هي وده فعلا ده برضو احد اتجاهات الشركه. احنا فقدنا الاسطول بتاعنا، كان عندنا اسطول اعالي بحار من زمان، من ايام الثوره فقدناه في السبعينات او الثمانينات. الوقت ده بيعاد تشكيله تاني. الشواطئ المصريه الى حد ما البحر الاحمر محميات، معظم محميات ومش غني قوي يعني. هو البحر المتوسط الشواطئ بتاعتنا ده توزيع نظر ربنا من افقر الشواطئ على المستوى المتوسط، تمام، على مستوى الدول المتوسط يعني. فالوقت الاتجاه اللي احنا نعمل اعالي بحار، مراكب اعالي بحار تصطاد في المياه الاقليميه والدوليه زي الدول الاوروبيه، زي دول البحر المتوسط كلها. دي برضه هتبقى ليها مردود كبير جدا جدا على المصيد، اللي هو انتاج المصيد الاسماك من مصر. عايز حضرتك تزود حاجه؟ لا انا كنت بس هرد على سؤال حضرتك. هو طبعا لازم بيبقى فيه قوانين محليه وقوانين عالميه اللي هي بتحدد عمليات الصيد، لان طبعا احنا العالم ابتدى يوعى ان في صيد جائر وان المخزون السمكي العالمي ابتدى يتناقص، فابتدت تتحط قوانين معينه ان احنا ما نصطادش في اوقات محدده اللي هي اوقات تكاثر الاسماك، وما نصطادش بكميات اعلى من كذا بالنسبه لكل دوله، ويعني علشان نقدر نحافظ على ننقذ ما يمكن انقاذه يعني من الاسماك. بس هو انا كنت عايز ارد على سؤال حضرتك. خبير في مجال السمك، استزراع الجمبري، استزراع الجمبري بالذات. طيب هو طبعا يعني بما ان احنا عارفين طبعا ان الجمبري اغلى، وهو يعني بالتالي لا الجمبري هو اللي اغلى من السمك بشكل عام في كل حته، صح كده؟ تقريبا ده سببه ايه؟ الكميات الجمبري اساسا حيوان مهاجر، فما بيبقاش موجود. والله هعلق بعديك. اتفضل. واخد بال حضرتك؟ سؤال ساذج بس نفهم. لا بالعكس، ننور. بالعكس. اول حاجه ان هو حيوان مهاجر، ما بيبقاش موجود يعني ممكن عندنا في مصر مثلا حصلت هجرات كتيره وما بقيناش نلاقي الكميات الموجوده. تاني حاجه ان هو يعني اسمح لي يعني اكل احتفالي يعني. انت حضرتك ممكن تاكل سمك على طول اربع خمس ايام في الاسبوع بس. يعني مش هتاكل اربع خمس ايام في الاسبوع جمبري، دي كتير. الكوليسترول برضه مشكلة. لا على فكره، لا ده أيوة. مقوله مش صح. اصبح بريء من الكوليسترول. مقوله مش صح. لا مش صح. حلو قوي. ده هو انا قريتها لسه مؤخرا. انا كنت في الاول انا عندي كوليسترول. وقالوا لي ما تاكلش الجمبري وكده، فما صدقت. قريت المقوله دي. وابتديت اكسر اللي بيقولوا الدكاتره، لان هو عنده هو انت عارف حضرتك في نوعين من الكوليسترول. الكوليسترول الحميد والكوليسترول، فهو الكمية يعني المخزون محتوى من الكوليسترول الحميد أعلى. فعشان كده خلاص هو أصبح بريء من الموضوع. بس في فوسفور الحمد لله. توكل على الله يا فندم كله، مفيش أي مشكلة. طب أنا هرجع لحضرتك. سؤال تاني عشان جاء في بالي كده. هو ليه إحنا ما عندناش الاستاكوزا الكبيرة اللي هو اللوبستر إحنا ليه ما عندناش الكابوريا، الحاجات اللي بتشوفها في الفار إيست دي؟ ليه ما عندناش الجمبري اللي بيبقى عامل زي يعني حاجة غريبة؟ أو طبعا إحنا مش كل المستويات هياكلوا الكلام ده، إنما أنا قصدي السؤال ليه بنشوفه بره ما بنشوفوش في بلادنا، مع إن إحنا برضو ممكن نلاقيه في البحر الأبيض المتوسط؟ لا مش في البحر الأبيض المتوسط. هو حضرتك الجمبري اللي حضرتك بتحكي عليه ده، احنا النوع ده اللي احنا بنربيه دلوقتي في غليون. والله واخد بال حضرتك؟ هناكل يعني الجمبري ان شاء الله في مصر. هو بس حضرتك في الاستزراع ما بيديش الاحجام الكبيره قوي دي، لان انت حشره في فتره محدوده وعايز تبيع. انت في اول ما بيوصل للوزن التسويقي اللي هو حوالي مثلا 20 30 جمبريايه في الكيلو بتبيع، وهو ده السعر المتوسط العام يعني. انما بيبقى احنا في الخطه بتاعتنا عاملين هيبقى دورتين، في دوره
ال 20 30 وفي دوره ثانيه هتبقى اطول شويه ونحاول نوصل لل بس مش هنوصل لنص الدراع كده نوصل قريب شويه من نص الدراع واخد بال حضرتك يعني اللي انت عايز تقول لي حضرتك ان الحاجات دي اللي احنا بنشوفها في الفار ايست او في لا النوع بتاعنا ده اسمه في نيروبينيس انديكاس او الانديان وايت شريم هو في طبيعي في ال في الطبيعه هو الكبير اللي زي كده يعني هو موجود عندنا في مصر في جنوب البحر الاحمر فيعني يمكن مش السوق ما بيشوفوش كتير انما حضرتك مثلا لو رحت الخليج العربي عمان مثلا او حاجات زي كده في الخليج فعلا وده حتى ما يعني بتوصل لمرحله انك ما تقدرش تقلي الجمبريايه زي ما هي لازم تعملها سلايسز عشان تستوي من جوه فاحنا نامل ان احنا نوصل ل عشر المرحلة. طب انا اسف معلش يا دكتور طب هل الفايده انك انت تاكل حاجه كبيره سمكه كبيره او جمبريه كبيره او لوبستر يعني الكلام ده افضل من انك انت تاكل حاجه صغيره ولا الصغير هو يبقى افيد ولا مفيش فرق يعني هي دي هو بس زي ما حضرتك قلت يعني اي كائن فيه محتوى من البروتين محتوى من المعادن حاجات زي كده فهي دي اللي موجوده هنا او هنا بس هي ما اعرفش المفروض اقولها قدام التلفزيون هي فراغت عين بس يا فراغت عين لا اقولها بالعكس حاجه كويسه ان احنا نفهم نعرف اتفضل حضرتك انا بس هاخد اخر حته بتاعت الحجم دي لان دي جت في وقتها ان في بحث منشور ده في اخر بورد على مستوى العالم كان بحث اعتقد باحثه من الهند تقريبا مش متذكر بقدم بحث قوي جدا على التركيب والحجم نعم لقيت حاجه غريبه قوي فضل. ان اعلى جوده للبولتي هنتكلم على البولتي بقى كسمكه مصريه ان اعلى جوده للبولتي هي اللي هي من 50 ل 100 جرام مش كبير دي حتى ثابته كده ان دي بتحتوي على كل احتياجات الجسم بنسبه 100% بتبتدي تقل بعد كده بزياده الحجم ده ردا على الحجم والجوده المفاجاه في الجمبري هو طبعا دكتور حسين لان الجمبري ده قاعي يعني بيتجاب من قاع المحيطات والبحار تقريبا يعني فطبعا الصيد بيتكلف فبالتالي يبقى المنتج غالي كل الكلام اللي احنا قلناه ده في الفقره الجميله دي اللي حضرتك مشرفنا فيها هدفها ان احنا نوصل ل سعر السمك يقل ما انا هكمل بس دي هديلك السعر الزراع الجمبري المفاجاه الزراع الجمبري اقل تكلفه بمراحل من زراع الاسماك يعني لو اتجهنا لزراع الجمبري ممكن قوي 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 مش ممكن هو ده أسهل. اكيد هو سعر الجمبري اللي انا بيتكلم بيتكلف اقل كتير هو اسهل لا هو يمكن يعني تكلفه هتبقى لا تقريبا لا نفس الشيء تكلفة عشان استخدام اسمح لي دكتور حسين 2 كيلو استخدام لا, كيلو. لا 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 استخدام دلوقتي تايوان وتايلاند وفلبين شغالين بالبايوتكنولوجي الباي فلوك في الجمبري ببلاش هو في طريقه ببلاش اسمح لي بس اكمل النقطه دي عشان انا عامل ابحاث عليها ان استخدام الباي فلوك في تاج جمبري مع البولت والاثنين عندنا هيعمل ثوره في تناقص الاسعار واعتقد احنا معنيين في الحلقه ديت بال من غير يكاد يكون من غير علف خالص 80% من تكلفه الاسماك تقريبا اعلاف فانا اما استخدم باي تكنولوجي او الباي فلوك اللي هي استخدم البيئه بحول الميه لمصنع لانتاج البروتين فده البولتي لحسن حظنا كمصر ان البولتي والجمبري بيتزرعوا بتكامل مع بعض بدون اي اعلاف وان شاء الله انا واثق ان سعر الاثنين هينزلوا بشكل كبير جدا الفتره اللي جايه. دكاتره نورتوني وشرفتوني انا مش عايز مش يعني نفسي اجيب 2 كيلو سمك كده ونشفي دلوقتي على الراجل. ده واجب علينا. سمك كده جميل. ده واجب علينا. وجمبري اكيد كل مشاهدينا يعني رقهم ماشي يعني جري يعني. الدكتور محمد الجزار استشاري وزاره الدفاع لمشروعات الثروه السمكيه والدكتور حسين جنيدي خلف الله استشاري استزراع سمكي نورتونا يا فندم وشرفتونا والمره الجايه تنورونا برضو ونشوف اخر تطورات في هذا المشروع شكرا نهارك سعيد نهاركم دايما سعيد يا فندم نهارك سعيد فاصل وراجعين حالا